الآن نأتي للبينة. قلنا البينة فيما يظهر لنا من كتاب الله فوق الآية، وسترى أن الكتاب يقول آية بينة، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. هلا في آيات ما قال بينة، مرات بيقول سلطان مبين، إنما فمتى تكون بينة أخوانا؟ قلت لك جذر بينة علامة بانة، بانة أحسن، يبين. هذه بانة يبين في اللسان، بان الشيء عن الشيء فهو بائن إذا تميز عنه، ويعني يبين منها يسافر. وبيني وبينك ففي شيء، فإحنا ما تداخلنا ولا اختلطنا، واضح. فالبينة يعني متى تكون أخوانا؟ في فصل ولا لا؟ ما هو من بين، بينها بينوه بين لنا، فواضح أنه بتكون بينها يعني فصلها عن شيء، فإذا اختلط فليس بمبين، أو جلية، واضح أخوان؟ فإذا اختلط ما بيكون مبين. فلاحظ هلا الليل نسلخ منه النهار، فإذا كان النهار كله فتبين النهار، شيك أخوان؟ متى يتبين؟ إذا يعني انسلخ عن ما يلتبس به، اتفقنا. طيب هلا وأنا بنظر بحمد الله، قلت لك من بان يبينه حتى تفصلها يعني وتفرقها، وجدت سورة فيها البينة أكثر، يعني ما ذكر الله البينة في سورة ما، بينة بينة، أي سورة كانت؟ هود. اسمع كيف بدأ هود. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلاحظ الإحكام والتفصيل، فهذا يعطيك تبيان، شيك أخوان. في آخر هود قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ألا هذا الاختلاف أخوان، هذا مؤمن وهذا ضال وهذا يرضى وهذا لا يرضى، هذا من اختلافهم على كفرهم. ثم جعل الله المبين ليستبين الناس، شيك أخوان. يعني لاحظ في السورة قوم هود قالوا لهود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما قالوش ما جئت بآية، قالوا له ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. قال يعني هم لما يقولوا ما جئتنا بآية غير، قالوا له ما جئتنا ببينة، أنهم قوم راشدون يريدون أن يتبينوا فلا يختلط الأمر عليهم. كان هذا في الكتاب المحكم المفصل، واضح إخواننا. هلا المبين أقل عدد من الآية في الكتاب، ولكن من رحمة الله قال الله ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، والنبي كان يقرأها مبينات ومبينات، اسمع مع جم، فهي لا تكون يعني هي مبينة لأنها مبينة، فالله بينها فصار مبينة لنا، مبينة لنا، بينها الله، فلما بينها صارت مبينة لنا، وبين آية الناقة فصارت مبينة لنا، فلما رأيناها صارت مبصرة، واضح؟ يعني موسى قال لفرعون أولو جئتك بشيء مبين، مبين، لأنه إذا بدك يعني ترد ضلالة فرعون بزعمه، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين. هل المبين غير فقط عن الإبانة، يعني الله يقول يعني مثلا ثعبان مبين، يعني الذي لا مرية فيه، يعني بكل أمره لا مرية فيه، بصير مبين. العجيب أخواننا أن موسى قال لفرعون في الأعراف
قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق وجئتكم ببينة من ربكم. جئتكم إيه؟ ببينة. فأرسل معي بني إسرائيل. قال له فرعون اسمع، إن كنت جئت بآية فأت بها. موسى قال له جئتكم ببينة، فقال له فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها. قال يعني فرعون بيقول له بكفي آية، إذا أنت متأكد بكفي آية، ما هو لسه مش مدرك فرعون، ما ظن أن يأتي موسى بهذا، فقال له هات آية أنت يعني بكفينا آية. هلا موسى ملي، فقال جئتكم ببينة شيء، فقال إن كنت جئت بآية فأتي بها. لاحظ كيف الفرق. الثاني يا أخواننا في سورة الزخرف وفي سورة في علم الشيطان الرجيم، لا في الزخرف ولما جاء عيسى، نعم في آل عمران، هلا هذه تقدمة هكذا، في سورتان بدأتا والكتاب المبين، طبعا في أكثر يعني فيها، بس في حاميم والكتاب المبين، سورتان متتاليتان، اسمع والكتاب المبين، الزخرف والدخان. اسمع الزخرف يعني يلبس عليك الحقائق، والدخان دخن، فهذا كتاب مبين. طبعا في غيرها، ولكن هاتان من سورتان عليتان كسائر السور. هلا لاحظ في الزخرف قال الله عن عيسى، قال ولما جاء عيسى بالبينات. في آل عمران قال وجئتكم بآية من ربكم. اسمع منيح أخوان، في آل عمران قال جئتكم بآية، الآن احنا فيما يظهر من القرآن أنه أعلى بين، في آل عمران قال عيسى جئتكم بآية من ربكم، في الزخرف قال الله ولما جاء عيسى بالبينات، هذيك آية هذيك بينات، فأنو أعلى. هلا ستجد أن الكلام بعدها اختلف، لأن الأولى آية والثانية بينة، فما بني بعدها زاد من هنا إلى هنا. اسمع، في التي في آل عمران لما قال جئتكم بآية، قال عيسى فيها إن الله اسمع ربي وربكم. في سورة الزخرف لما قال الله ولما جاء عيسى بالبينات، في هذه السورة قال عيسى إن الله هو ربي وربكم. هلا كل من يعلم باللسان يعلم أن هو اسمع بسموه ضمير الفصل. أنا قلت لك أنه بان للتفصيل، وبيقولوا هو هذا بيعربوه في العربي ضمير فصل، لأنه إن الله ربي وربك، ولكن لما تقول هو ربي هذا فصل، يعني في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين، ما قالش هو، وأن عليه النشأة الأخرى، ثم قال وأنه هو أغنى وأقنى. ليه؟ أين أدخل ضمير الفصل؟ قال وأنه أهلك عادا الأولى، ما قالش وأنه هو أهلك عادا. أيوة، لأنه في المحل اللي بيرتابوا فيه مين اللي أغنى وأقنى، هون قد يكون في ريبة، إنما مين خلق الزوجين؟ لأن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هون ما بيرتابوا، إنما يرتابون في أخر، ففي التي ارتابوا فيها فصل لهم، قال أنه هو، واضح؟ ففي التي في آل عمران قال جئتكم بآية، فبعد الآية قال عيسى إن الله ربي وربكم، لما قال الله جاء عيسى بالبينات قال بعدها إن الله هو ربي وربكم، واضح أخواننا؟ تأكيد بالبيان، نعم، ولا يكون بيانا مبينا إلا بفصل، يعني الله يسميه إنه لقول فصل، فلا يبين إلا بالفصل. الأعاجم يفصلون
لا أخوان، الله في سورة فصلت قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لأن العرب تفهم مجرد أنه أعجمي يبقى مش مفصل، فقالوا لولا فصلت آياته. فقال الله أأعجمي وعربي؟ يعني إذا فصلنا الأعجمي صار عربيا شيك أخوان، فلا يكون فصلا إلا بالإعراب. شو يعني أعرب عن نفسه؟ يعني أبان عما في نفسه، والإعراب والتفصيل كله من الإبانة، وهذه البينات أخوان. حتى يتبين لك، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين اللي هو الفصل. عشان هيك الأمة اليوم إذا أمسكوا في السحور بتلاحظ بيكون واضح الليل عن النهار، واضح ولا لا أخوانا؟ لا ورب هذا البيت، إنما أقول هذا هزؤا، يعني بيكون الليل في أعتم ما هو فيه، مش بيقولوا يعني أعتم الليل آخره، هم بيكونوا في هذا. بينما قال المجيد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال أحدهم وهذه من البلاغة الإعجازية أن الله كنا عن هذا بالخيط الدقيق. يا رجل هو يعني كل هذا فيه خيط على هذا؟ الخيط أخوانا أصلا لا يقال للدقيق أبدا، الخيط مما تخيط به أصلا، فقد تخيط بحبل، يعني إذا جئت أخيط شراع ينفعك خيط القميص، فإذا يعني شددت أنا شراعا أو شيئا ثقيلا بينفعك فبدك إحبال، هذا الحبل هذا خيطك له، فالخيط ليس للدقة، بدليل أن النبي لما قال في هذه الآية إنما هو سواد الليل وبياض النهار وهذا ما عليه الناس اليوم، في منه لا واضح. فلما قال يتبين لكم هذه الآية، إحنا تبين لنا أن البيان فصل، فصل ليلهم عن نهارهم ما فصل، فواضح أنهم خالفوا. لما؟ لأنهم لم يبلغوا البينات. لو استبانت لهم بينات الكتاب وبينات النبوة لعملوا بها، وحتى لو تبين لهم ليه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. نسأل الله الهداية للمسلمين جميعا. في ناس تبين لهم، أحد الإخوة بيقول لي دخلت الأقصى مع أحد الناس الممارين في السنن بماري، فهو داخل أذن بفجرهم، مش بالفجر، أذن بفجرهم يعني بالليل، أذن بالليل عندهم اللي هو الفجر. فقال له الأخ الذي يتبع البينة، قال له تفضل هاي أذن بالفجر، وين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ قال له هيا خيوط. فقال هذا قال له هيا خيوط، يعني واحد من التنين أعمى، يا إما أخونا مسكين يا إما هذا خيوط، كمان خيوط، تلاحظ العمى. أبدا أبدا يا شيخ، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما قالوا أو ائتنا بعذاب أليم. مجد الله. بلاش يصير فتنة. البينات تجنب الناس الفتن لأنها تفصل هذا عن هذا. شيخ بعدين قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني الكتاب المبين أخواننا، كتاب المبين مثلا اسمع طاسين ميم والكتاب المبين، هاتان سورتان هكذا شعراء، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين شعراء والقصص، حاميم والكتاب المبين الدخان والزخرف، كذلك عندنا في لا الكتاب الحكيم
في المبين يعني؟ لا لا المبين. هل في النمل؟ في النمل قال الله طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. في الحجر قال ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. في فرق. سورة النمل مرة درسناكم أنها تريد أن تبين للناس العلم الحق. فيها مثل ملكة سبأ لما رأته حسبته لجة اللي هو المختلط شيك، وفصلت لكم في هذا. في آخرها ترى الجبال تحسبها جامدة. ففي هذه قال الله في سورة النمل إنك على الحق المبين، ذكرت لكم في هذا. في أولها قال الله إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فسورة النمل مدارها على تحقيق العلم. في أولها ولقد آتينا داود وسليمان علما. من اللي أتى بالعرش؟ قال الذي عنده علم. واضح إخوان؟ فلما يكون العلم على التحقيق بدأت السورة طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فمن المبين؟ الكتاب. واضح إخوان؟ في سورة الحجر لما أراد تبارك اسمه يعني أن يكون هداية في أصحاب الحجر قال ألف لام را تلك آيات القرآن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. من المبين؟ يقول القرآن من التلاوة. واضح؟ نما لتحقيق العلم في سورة النمل أنه كان المبين كتاب، هو حقيقة القرآن كتاب، ولكن إذا أراد الله أن يثبت يثبت كتابا، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. كتب الله يعني قال الله غير عن كتب الله. واضح إخوان؟ واضح؟ قوله الحق، ولكن لما يسمعك كتب الله هذا غير. واضح إخوان؟ عنده الكتاب المبين واللوح المحفوظ مجدوه تبارك اسم الله. الآن تكلمنا في المبين، فبالتالي متى تكون الآية بينة؟ يعني في آية ليست مبينة، آية يعني اسمها امرأة تزوجت فبعد شهر وجدت ما تجد المرأة من وجع بطنها. ماذا يعني تعرف إخواننا شيء؟ يعني لازم كله بتليع معدتها وشاعر بغثيان. هلا هذه آية بينة لسه شيء. لعلها شيء. طيب ثم ذهبت إلى الطبيب ففحص فقالها حامل بينة لسه، فصار بطنها بعد 7 أشهر. هذه بينة؟ يعني بعد 7 أشهر لا بينة، 8 أشهر 9 أشهر، لأنه بعد شهرين إذا انتفخ بطنها قد يكون ورم يسموه الحمل الكاذب، بس بعد 7 أشهر هذه إيش؟ بينة على الحمل والحبل مش إخوان، صارت بينة. طيب إذا ولدت بصيرة، هذا برهان يا شيخ مش هيك؟ وبصيرة هاي ترى بعينك مش هيك إخواننا؟ إنما يعني هو يتحقق أنها حامل إذا رأيتها تلد، إنما إذا جابت الولد معها لعله مش مش لكن إذا رأيت بعينك أنها تلد بيكون هذا هو يا إخوانا. أتت به قومها تحمله، يعني لم يرد الله يريهم إياها تلد. هم الأصل يسألوها من وين هذا الولد، لعله ابن أختها، لعله لقيط، يعني عفوا يعني لعلها وجدته في الطريق. إنما طوال شوف سوء الظن، لقد جئت شيئا فريا. طب ليه؟ طب لعلها يعني، بس هذا سوء ظنهم. بنو إسرائيل ما هم من تعارف، هذولا عيانين. إحنا بخير ولا لا إخواننا؟ ممكن قولهم لقد جئت شيئا فريا من البين اللي رأوها. مين قال لك أنهم رأوها؟ ما اتخذت من دونهم حجابا، اتخذت مكانا شرقيا مكانا قصيا، راحت أبعدا. وبعدين يا شيخ لو كانوا عرفوا
كان سألوها الفرية وهي حامل مش لما ولدت، ما انتظروا عليها حتى تلد، فواضح انهم ما رأوها، لأنه لو رأوها لكلموها وهي حامل، الفرية بتكون وهي حامل، واضح أخي؟ طيب فتكلمنا في المبين، إنما أولو جئتك بشيء مبين. فلما موسى أتى بالبينة لفرعون استبان لنا وللناس أن فرعون ليس برب، لاحظ، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. مجد الله، آية بينة، يعني في صورة البينة، البينة اللي فيها يعني لما تقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تأتيهم البينة. وشو شو يعني الفكاك؟ مش يبين من بان يبين؟ لا يعني لم يكونوا منفكين حتى تأتي يوم البينة إن شاء الله، فنتكلم، فلا تكون بينة حتى يتبين لك.